اسال حد ستات ظلمه وفي رجاله ظلمه، ما اقدرش اعمم، مش كويس. ممكن كويس. يعني في واحده ست جوزها يتجوز عليها فعلا خلاص تطلب الطلاق وتحرم الاب ان يشوف ولاده، في ستات كده. في ست النهارده انا قلت حكايتها، ضربت واحده بالسطور، قعدت السطور شفتها امبارح. دي كانت زوجه تانية تقريبا، فضربتها بالسطور، دي جابت من الاخر بقى. يعني لا منعت اولاده ان يشوفوه، دي خلصت على الثانيه على طول. والله دي ست، يعني انا مش عارفه اقول لها ايه. امتى الست بتستخدم السطور؟ امتى تستخدم السطور؟ لا ما اعرفش بقى، نسال مدام نبيل عبيد. انا ما اعرفش. ده انت صاحبه برنامج نفسنا. طيب اقول ايه؟ طيب امتى السطور يعني هو القانون؟ السطور بالنسبه لك السطور هو القانون؟ طبعا القانون. برافو عليك. ايوه طيب النفسنا بقى، المراه بتغار من المراه لان مكرهن عظيم؟ بتسالني لو زوجه تانية تغير قوي؟ لا يعني بشكل عام، تغار المراه من المراه لانها تعلم ان مكرهن عظيم. طبعا. وفي ستات بطبعها غياره، في ست بتغير من سلفتها، في ست بتغير من جارتها، في ست بتغير من جوزها الناجح، في هي طبيعه. والله يعني حضرتك ما قابلتش حد؟ انا ممكن ابقى زميله لحضرتك وغير منك. ايوه طبعا في المهنه ده مطلوب يعني، انما بتكلم ان كل شيء بالاعتدال جيد يعني. طبعا طبيعي الست لازم تغير احيانا على جوزها، والراجل لازم يغير على مراته. طب انا ما بغيرش يا استاذ. لا والله العظيم متهيألك، وحياه ربنا لو جبت لك واحده تقدم البرنامج معاكي هتغيري. والله ولو 10 ما تحلفيش. طب والله ولو 10 ما بغير. يعني انت والمجموعه بتقدموا البرنامج مش بتغيروا من بعض؟ لا 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 لا، انا بتكلم عن نفسي، انا عمري ما بغير الحمد لله. وحتى لو جوزي قال لك اتجوز عليكي والله ما غير. اديني اماره. طب اعمل ايه طيب؟ ما هو ما فيش حاجه اسمها جوزي يقول لك اتجوز عليكي وما تغيريش. لا ما غيرش. يبقى مش بتحبيه. فعلا؟ طبعا. ما لو فتحت لك التليفونات دلوقتي قلت لهم نوليا بتقول كذا كذا يقول لك لا انت مش بتحبيه. والله لو انا واثقه في نفسي. طب ما هو يمكن يرجع لي تاني، ما يمكن عندي ثقه انه هيلف وان شاء الله يتجوز 10 ويرجع لي. يعني انت قاعده منتظره يلف يلف ويرجع لي تاني؟ طب متجوزه دبور سعادتك مثلا؟ طب وانا لو قلت له لا مش هيروح يتجوزها برضو؟ لا هيبقى عامل حسابك يعني، انما لو انت سايبه له المساله كده اتجوز. طب ما يمكن كلمتي دي اللي هو طب روح اتجوز وانا موافقه، ما يمكن هو اللي تخليه يعني الكلمه دي اللي تخليه يتحرك. يبقى مكرهن عظيم زي انا ما بقول. ما يمكن يقول لك هي ايه ده، هي مش غيرانه؟ لا طب اقعد لها بقى. يعني انت عايزه تقنعيني وتقنعي الناس ان انت الشغل بتاعك مش بتغيروا من بعض بالذات الستات؟ والله احنا كانت علاقتنا، يمكن انا الحمد لله ما صادفتش في ولا بروجرام ولا قناه من اللي اشتغلت فيهم صادفني حد حصل ما بيني وما بينه مشاكل، يمكن في قنوات تانية او يمكن في ناس صدفت، بس انا الحمد لله لحد دلوقتي لا.